حضرة المدير العام، انا بصرنا نكون سوا قاعدين، لانه انا في جانب بدي اقول لك اياها، انتبه لما نكون بالاماكن العامه لقوي انك تولع السيجار انت وحاملها. صح، نحن بنرجع مواطنين مثلنا مثل اي ما نلتزم بالقوانين، بدنا من غيرنا، بس برستيج متعودين ما فينا. الله يديمك معالي الوزير. انا شرف كبير لإلي اني انا اكون مدير عام بوزارتك. لا انا الشرف الكبير لإلي انه عندي هيك مدير عام بوزارتي تننجح. انا إلي الفخر اني اكون مدير عام وزارتك. لا يعني الفخر والشرف، وانا مبسوط كثير انك انت مدير عام بوزارتي. الله يخليك، لانه هيدا الشيء عم بخلينا ننجح. صح، تقول لك شغله نتفق عليها، في انسجام انا وياك بالوزاره، في تكامل عم بيطلع معنا الشغل النظيف. ما هي صحيح صحيح صحيح. مش مثل هالبشر اللي نازلي نق 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 نق. خي هيدا الشعب متعود انه هو صغير هيك، انا بعرفه من هو صغير بده ينق، لو بتضوي له العشرة والعشرين ما بتعرف، ما بيعجب. لكن النق النق بيدمه معالي الوزير، ما بيعجبهم العجب. بتخبرني يعني سوري سوري. خير شو شو فيه؟ دخيلك خير؟ عملنا غلطة كبيرة. غلطة شو يا مدير عام؟ نسيت الخزنة بالوزارة مفتوحة. امتى نسيتها؟ هلا ما على عجقتي عم تعزمني انت على الغداء. ما قفلتها خزنة الوزارة نسيتها مفتوحة؟ مفتوحة محل الوزير. بعتذر منك. لحظة 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 لحظة، على شو عتلنين هم انا وياك اذا نسيناها مفتوحة؟ ما انا وياك هون. مين بدي يسرق؟ بعدين اصلا ليش هي فيها شيء؟ لا ولا وين المصريات يا حني يا حني فايف مان.